القدس والهوية العربية، ده عنوان فقرتنا دلوقتي. الحقيقة دايما بقول ان القضية الفلسطينية ليس فقط هي قضية خاصة بالشعب الفلسطيني، ولكن قضية ابناء الوطن العربي برمته. شفنا الاحداث الاخيرة وما آلت اليه، وشفنا القرار المؤسف اللي قامه واللي قاله ترامب بنقل السفارة الامريكية للقدس، وده اعتراف رسمي ان القدس عاصمة اسرائيل. واحنا زي ما قلت لحضراتكم ان هذا القرار لا يعني الا حبر على ورق، وشفنا حراك دولي وحراك عربي تحديدا تجاه هذا القرار. وان شاء الله باذن الرحمن يعني المؤشرات كلها تقول يعني عاجلا ام اجلا سوف يتراجع عن هذا القرار، طالما هناك احتضان عربي صارم للقضية الفلسطينية يبلور بعد ذلك بمجهودات وايضا قرارات يتم تطبيقها على ارض الواقع. القضية الفلسطينية هي قضية العالم العربي برمته، والحقيقة احنا بنشكر كل الدول اللي يعني احتضنت هذه القضية واللي بتلتف حول الوطن العربي في قضيتي، وان شاء الله باذن الرحمن النصر لأهلنا في فلسطين في القريب العاجل. هنحاول نفتح العديد من المجالات والمحاور حول هذه القضية مع ضيفي يعني وشقيقنا الفلسطيني المحترم الأستاذ ياسر أبو سيد، والفنان التشكيلي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح. أهلا بك يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا بك، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم للحديث حول مدينة القدس. ربنا يعزك يا فندم، ده شرف لينا وجود حضرتك وأهلنا في فلسطين اللي نورونا هنا في مصر، وتحديدا في برنامج ساعة صبحية قناة مصر الإسرائيلية. رؤية حضرتك لهذا القرار ورد الفعل من العالم العربي تجاهه؟ هو هذا القرار لم يكن مفاجئا. نعم. وهذا القرار ليس مستغربا. واحنا كفلسطينيين نبهنا إلى أن هذا الشيء سيحدث في لحظة من اللحظات، وها نحن جميعا أمام لحظة الحقيقة. الحقيقة التي تقول أن أمريكا بكل قوتها وكل إمكانياتها وكل ما تستطيع أن تفعله هو مع إسرائيل وضد الشعب العربي الفلسطيني. صحيح. هذا القرار ليس جديدا، اتخذه قبل ترامب أكثر من رئيس أمريكي، ولكنهم كانوا يقفون ليتسنحوا الفكرة الفرصة لكي يطلقوا هذه القذيفة. وأنا لا ألوم أمريكا ولا ألوم أي أحد، أنا ألوم عالمنا العربي الذي رأى في أمريكا في يوم من الأيام أنها التي تملك 99% من أوراق اللعبة، وكأن لا يوجد في الدنيا إلا أمريكا، علما بأن للشعوب الحرة تجارب رائعة في مواجهة أمريكا. الشعب الفيتنامي جعل أمريكا تخرج بخفي حنين، الصومال مرغ سمعة أمريكا في الأرض، وآخرين وآخرين، حتى العرب البسطاء في بيروت جعلوا أمريكا تحمل عصاها وترحل عندما وجدت أن 250 من رجال المارينز الأمريكي يقتلون في لحظة واحدة. بمعنى آخر، أمريكا كما قال الزعيم ماو تسي تونغ هي نمر من ورق، لا تهاجم ولا تقاتل ولا تحارب إلا الشعوب الضعيفة. صحيح. ولذلك نراها تتلمس خطواتها في الظلام في مواجهة كوريا الشمالية. لماذا؟ لأنها تعلم أن اعتداءها على كوريا سيكلفها كثيرا. صحيح. لو أن في عالمنا العربي من فكر قبل لحظات، كان عندك برنامج الخيال العلمي. صحيح. لو في عالمنا العربي من فكر بالخيال الديني وليس الخيال العلمي، بالخيال الواقعي وليس الخيال العلمي لمواجهة أمريكا. أمريكا ليست عصية على الهزيمة، هزمت قبل ذلك. صحيح. ولكن نحن أو الكثير من زعمائنا العرب مهزومين من الداخل، ولذلك يتهربون من المواجهة، ولذلك يتركون عالمنا العربي نهبا للصهيونية بلدا بعد بلد. ليس غريبا ما حدث في ليبيا، ليس غريبا ما حدث في العراق، ليس غريبا
ما يحدث في سوريا وليس غريبا ما حاولته أقول الصهيونية العالمية مع مصر. والحمد لله أن مصر استطاعت أن تصد هذه الهجمة، ولكنهم سيبقوا متربصين في كل عربي يقف في مواجهتهم. لذلك الجميع مدعو الآن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. نحن لا نطلب من أحد طائرات ولا صواريخ ولا جنود ولا جيوش جرارة. نحن نطلب منكم يا عرب أن تقاطعوا الولايات المتحدة الأمريكية. وده اللي يخليني أسأل حضرتك يا فندم، كيف يكون الحراك العربي الأمثل تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بكل صرامة تجاه هذا القرار المؤسف من ترامب؟ أخي العزيز، هناك قرار اتخذ في الجامعة العربية لدعم أهالينا في القدس، ولا نقول في مكان آخر، في مدينة القدس، واعتمد 500 مليون دولار. لم يصل من ال 500 مليون دولار إلى أهلنا في الأرض المحتلة دولارا واحدا، بينما نجد أن شخصيات يهودية في أمريكا، أمثال الشخص اللي كان يدير دورا للقمار، بنى مستوطنات في داخل الضفة الغربية، الرجل اللي عمل حرب النجوم ستار وور، واللي ستيفن أعتقد اسمه ستيفن، تمام، يدعم إسرائيل بلا حدود. لمثال بسيط آخر، إن نجمة داوود الحمراء يصرف عليها بالكامل من الصندوق الأمريكي لدعم إسرائيل. بمعنى أبسط، المطلوب من الأمة العربية، احنا أمتنا العربية الحمد لله بالعدد يلمون 350 مليون، المجتمع الأمريكي لم يصل إلى 300 مليون، ولكن مجتمعنا الأمريكي أداؤه، مجتمعنا العربي أداؤه إلى جانب فلسطين لا يساوي رجلا مثل سبيلبرغ أو رجلا مثل رجل الكبريهات في أمريكا. ولا في المطلوب دعم صمود الشعب الفلسطيني لسبب واحد، مش عشان الشعب الفلسطيني، لأن ما حدث مع شعبنا الفلسطيني وأصبح لاجئا منذ 1947 حدث مع الشعب السوري، وحدث مع الشعب العراقي، وحدث مع الشعب الليبي. ماذا ننتظر؟ هل تنتظرون لكي يرحل العالم العربي إلى أوروبا لاجئين ليمسحوا أحذية أوروبا؟ لا طبعا. علينا أن ننتبه ونصحو من كبوتنا، وعلى زعمائنا العرب الذين نبجلهم كثيرا، انسوا الكرسي قليلا، فهذا الملك لن تستطيعوا أن تحافظوا عليه إلى الأبد، فمن يتغطى بأمريكا فهو عريان. صحيح. طيب، تصدي لهذا القرار هل يكون بالمقاطعة الدبلوماسية فقط أم المقاطعة في النواحي الأخرى؟ ليست المقاطعة الدبلوماسية، نحن لسنا ضد الشعب الأمريكي، نحن ضد الدعم الأمريكي الغير محدود لإسرائيل. هذا الدعم الاقتصادي. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم اللي حصلت على F-35، لم تخرج من أمريكا إلا لإسرائيل. صحيح. مطلوب مقاطعة البضائع الأمريكية يا سيدي، بدل الكاديلاك والكريزلر وفي موجودة المرسيدس وفي موجودة الليكسس وأكثر فخامة، بدل الشوكولاتة اللي بتيجي من أمريكا في شوكولاتة من أماكن أخرى، بدل الملابس اللي بتيجي من هناك ملابس تأتي من جهة، وبدل السلاح الذي هناك من إخوتنا العرب من يعقد صفقات مع أمريكا بمليارات المليارات ولكنها تبقى في أمريكا ولا تأتي لنا. الاتحاد السوفيتي بينتج، تشيكوسلوفاكيا بتنتج، روسيا بتنتج، كوريا بتنتج، كل دول العالم. وليش احنا ما ننتج أسلحتنا أيضا؟ وهذا شيء ليس بغريب. المطلوب أن تحس أمريكا بأن دعمها لإسرائيل يقرص أطفالها من حيث قطع المعون عنهم، أن تدخل أمريكا في مأزق مالي. شفنا
أن ترامب عندما زار الرياض ما الذي حصل؟ أخذ 400 مليار دولار مقابل ماذا؟ هل لنا أن نسأل؟ صفقات أسلحة، صفقات أسلحة لن تأتي، وصفقات أسلحة ضد من؟ إحنا للأسف في عالمنا العربي بدأنا من في السنوات القليلة الماضية نخلق عدوا وهميا، هنا استعملنا الخيال العلمي، نخلق عدوا وهميا هو الجارة إيران، بينما العدو الحقيقي هو السرطان الإسرائيلي الذي يقمع ويقتل أطفال فلسطين ونساء فلسطين وأبناء فلسطين في الشوارع دون أن ترمش له عين ودون أن يتحرك فينا نخوة الرجولة. نعم، هذا القرار يعني يسلب أمريكا تماما من أنها راعية السلام في المنطقة بشكل كبير جدا، ولكن ممكن نستغل هذا القرار للأفضل للقضية الفلسطينية والقضية العربية، هو الاعتراف بفلسطين بالقدس عاصمة لفلسطين ولما الشمل العربي. كيف يكون ذلك يا فندم من وجهة نظر حضرتك؟ أولا احنا كفلسطينيين أعلناها ونعلنها وسنعلنها إلى الأبد، لن نستسلم حتى لو مات آخر فلسطيني. لا تحلم إسرائيل بأنها تجد في يوم من الأيام الشعب الفلسطيني يترك فلسطين مثل ما حدث في كارثة 1948 والخروج من فلسطين، هذا لن يحدث، سنموت على أرضنا. الرئيس محمود عباس قال ها هنا باقون، على أرضنا باقون، سنحيا أو نموت كشجر الزيتون، بمعنى أبسط أننا لن نترك فلسطين مهما كانت التضحيات. هذا شيء. الشيء الآخر إن هذه فرصة لكي نعيد النظر في كل ما قدمته الأفعى أمريكا إسرائيل وإسرائيل. نعم، لأني طالما وقعت معها اتفاقيات وهذه الاتفاقيات هي لم تلتزم بها فنحن سنكون غير ملزومين بهذه الاتفاقيات وسنعمل جاهدين وبكل قوتنا من أجل استعادة فلسطين. وللعلم الفلسطينيين موجودين من السبع إلى حيفا إلى عكا إلى يافا إلى صفد إلى كل المناطق الفلسطينية موجود فيها الفلسطيني الذي لن يتخلى عن أرضه، ولكن نتمنى أن يقف وراءنا داعما لنا إخوتنا في كل العالم العربي وصولا إلى تحرير فلسطين، وهي ليست مستحيلة. إن الإسرائيليين والله دخلنا معهم في نقاشات حول بقاء إسرائيل وكانوا يشكون في بقاء إسرائيل واستمرارها، لأنهم يعلمون أنهم مستوطنون وليسوا مواطنون. طيب، من وجهة نظر حضرتك كمواطن فلسطيني وقيادي بحركة فتح، شايف قرار ترامب ده مجرد زي ما بيقولوا كده ضجة، ولا ممكن يطبق بشكل رسمي بعد كده يا فندم؟ وعايز حضرتك تلتفت لتصريح ترامب بعد كده، قال مش معنى ان قرار نقل السفارة يبقى النهاردة، لا ده ممكن يستغرق عام او اتنين، ما اداش فترة معينة. ده يؤكد ان القرار بيقولوا ترامب هو مذبذب وهو خايف، ولا بيجس نبض الوطن العربي بشكل كبير؟ ما قاله ترامب هو نتاج طبيعي لتهيئة المسرح في المنطقة العربية. عندما دمروا العراق ودمروا ليبيا ودمروا سوريا والوضع اللي احنا بنعيشه حاليا اقتتال عربي عربي، يشجع أمريكا لكي تقول ما تقول، ولكن هو يعلم أنه يخالف القانون الدولي ويخالف الشرعية الدولية ويخالف التاريخ ويخالف كل المجتمع الدولي، لأن احنا شايفين المجتمع الدولي بيقول له انت رايح على فين؟ انما تفعله كذا وكذا. من توقع ان امريكا والمانيا وحتى بريطانيا الصانع الاساسي للكيان الصهيوني يقول لترامب ان ما تفعله خطأ؟ بمعنى ابسط ان هذا الموقف الأمريكي وهذا القرار الترامبي سيتوقف وينتهي إذا ما كان هناك موقفا عربيا واحدا. ونتمنى أن يكون هذا الموقف العربي الواحد. نحن نعلم أن أحاسيس ومشاعر وقلوب إخوتنا العرب، وهذا ما نراه في الشارع العربي، مع الشعب الفلسطيني، ولكن على أصحاب القرار
أن يعرفوا أن قاعدتهم الشعبية في يوم من الأيام ستلفظهم إذا لم يقفوا وقفة حقيقية، لسبب أيضا أقول بسيط. إسرائيل احتلت القدس في سنة 1982، احتلت بيروت في سنة 2003، الصهيونية العالمية احتلت بغداد في 2000، الصهيونية العالمية أيضا احتلت طرابلس. ما الذي ينتظر العرب؟ هل ينتظر العرب أن يعود اليهود إلى يثرب ليعلنوها يهودية؟ لا طب. نتمنى أن لا يكون ذلك، ونتمنى أن يقف الشعب العربي، لأن هي رمزية القدس بأنها مصر النبي عليه الصلاة والسلام، والمنطقة التي سار فيها السيد المسيح، فهي مهمة للعربي المسلم والعربي المسيحي، ونتمنى أن تستيقظ هذه الأمة في سبيل الوصول إلى السلام العادل وليس السلام الإسرائيلي. هسأل حضرتك كده وأنا قدامي دقيقتين عشان أختم الحلقة، مجريات الأمور بعد كده ممكن تكون إيه يا فندم؟ وإيه اللي بتأمله أنت كمواطن فلسطيني على المستوى الشخصي؟ ليست قضية أنا، هذه قضية شعب. الشعب الفلسطيني هذا يعني كونك هذا الشعب يقاتل الصهيونية العالمية منذ 1881، منذ وطأت أقدام الصهاينة فلسطين في أول مستوطنة بنوها، والشعب الفلسطيني يقاومها، والبريطانيين فعلوا ما فعلوا من أجل تثبيت الخلايا السرطانية في فلسطين، ولكننا ثرنا وقاتلنا. الشعب الفلسطيني قاتل بالحجارة، وقاتل بالبندقية، وقاتل باللحم الحي، وها هو يقاتل في ثباته ولن يتراجع. ما أريده وما أتمناه هو أن يرى العالم العربي فلسطين رؤية حقيقية، أنها إذا كانت الذبيح الأول فهم الذبيح الثاني، وأن العالم، إحنا بنعرف، وهذا صدقني، عندما نلتقي ببعض الأجانب يقولون مثلا الأوروبي صديقا لإسرائيل إلى أن يلتقي بفلسطيني، لسبب بسيط، لأنه طالما هو يلتقي باليهودي والصهيوني فهو يقول له ما يريد، أما عندما يلتقي الفلسطيني فيقول له الفلسطيني الحقيقة. صحيح. في نص دقيقة كده يا فندم، الرسالة ممكن توجهها لرؤساء وملوك وحكام العرب، تقول لهم إيه؟ خذوا من الرئيس الخالد جمال عبد الناصر مثلا. جمال عبد الناصر في عام 1964 كانت المؤامرات عليه من كل جانب، ولكنه وقف في 23 ديسمبر في مدينة بورسعيد الباسلة، وقال من أجل فلسطين سنقبل أن نلتقي مع هؤلاء الزعماء العرب، وأدعوهم إلى لقاء في القاهرة لمؤتمر قمة عربي، وعقد هذا المؤتمر القمة العربي، وأعلن جمال عبد الناصر قيام منظمة التحرير الفلسطينية. نحن نرجو أن يجتمع العالم العربي، الزعامات العربية، لتعلن أنها مع فلسطين وليست مع إسرائيل. بمشيئة الرحمن في القريب العاجل والنصر لأشقائنا في فلسطين، ودائما ستظل القدس عاصمة لفلسطين. شكرا لك ضيف العزيزة المحترم الأستاذ ياسر أبو سيدو، الفنان التشكيل الفلسطيني والقيادي بحركة فتح الفلسطينية. شرفتنا يا فندم، تحياتي لحضرتك. الله يخليك. أيضا بشكر حضراتكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. إن شاء الله غدا اللقاء يتجدد مع كرة عمل جديدة، أما أنا ألقاكم الأحد القادم، تحية فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.